السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله لالا إيمان. حاجة عندي واحد المشكل. نعم لالا. أنا دابا واقفة على الطلاق. الله 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 الله. لا إله إلا الله. الله يلطف يا رب. الله يلطف يا رب. عندي يلا صفار. لا إله إلا الله. أنا عندي 22 عام. 22 سنة. الله الله بقى شابة صغيرة صبية يلا بديتي في الحياة. المشكل ديالي أنا ما عنديش مع الزوج ديالي، عندي مع الأم ديالو. مع العجوزة أم الزوج. الله أنا دابا ما عندي معايا حتى شي مشكل في نقاش ما بيني وبينها ولا غوات ولا مرة تنقص عليا، بالعكس كنت كنحترمها، كنت حاسبها يعني ما عندي فيها غرض، يعني ما كنت كنخليها تهضر صوتي، ما عمرتي صوتي تهز عليها ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا هي اللي عند أنا راجلي دابا كيسوني ليا وكيقول لي أنا ما ساخيش بيك، أنا غنطلقك وغنمشي عليك وإني لا إله إلا الله. ما شاء الله. أنا ثاني والديا ما نقدر. ما شاء الله. إيمان شحال دوزتوا في الزواج ديالكم؟ دابا كملت عامين. عامين؟ جاب الله شي وليدات هاد العامين؟ كيفاش هاد العامين؟ واش عطاكم الله شي وليد ولدتي؟ لا عندنا بنيته. تبارك الله. الله اكبر. الله يخليها لكم يا رب. والمشكل المشكل ديال الام الزوج شنو هو المشكل ديالها؟ واش هي ما قبلتكش تعيشي معهم؟ السلوك ديالك ما انسجمتوش؟ لا انا ساكنه بوحديتي عليهم. إيه؟ انا المشكل ديالها كديها بحال الغيره، بحال اختي فيها ولدها، بحال زوجاتو وندمت. هذا طبيعي. كاين بعض الامهات اللي كتكون الشخصيه الغيوره، كتكون عنده الغيره من الصغر ديالو، ملي كان صغير ديما كيغير، اللي جا قارين ديالو كيغير منه في الطفوله في المراهقه، وملي كيكبر كيخلي مازال كيغير، وملي المراه كتكون عندها ولدها وكيتزوج كتشعر بان ولدها مشى. طبعا هذه ماشي في النساء كلهم، واحد الفئه من الناس هذا كنسموه مرض خاصو العلاج، ماشي خاصو الطلاق والمحكمه والقاضي، خاصو العلاج. بحال داء السكري وضغط الدم وداء الشقيقه، كذلك كاين مرض الغيره اللي هو مرض بحال الفيروس في الجسم. هاد الام هادي خاصها غير يجلس معها ويتكلم معها باش تفهم بان ولدها راه ملي تزوج راه ما طاعش، بالعكس ولدك كان عندك غير ولد، غيجيب لك زوجه وغيجيب لك حفاده، وكله ديالك هو ومراته وولادك، الكل في الكل، وانت هي الكل في الكل. خاص هذيك المراه غير اللي تفهم معها، لان ربما كتشوف بان ولدها اللي كان كيزورها وكيعمر عليها وكيهتم بها ما كيسولش فيها. يا شيخ احنا دزنا في الطلاق دزنا في المليك العيني، داك جلسه ديال الصلح. اييه. يعني ديك المصلحه الاجتماعيه، واحد الاخت تنقول لك ما عمرها سلا حست بالراجل ديالي ان الطلاق بحال ندزوز عليه، قالت لي النمره ديال الام ديالك نتصل بها. الجلسه الاخرى تتحضر قالت لي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، واش مازالين شي امهات دايرين بحال هكاك؟ للاسف. قلت لي حدي بكها على من اجل فلانه، قالت لي صافي انفجرت في التليفون، وانها وهذا يا شيخ انها كتقوم الليل فانت زعما كتقرا القران حاجه، يلا انا مكملاش العمره، يلا ما مكملاش عليها حتى عام. يعني انا كنت كنقول لهم كل شيء الا داك الناس ما بينونيش، كنت كنقول زعما الناس صغار فيما بينهم وبين الله. لا حول ولا قوه. انا خايبه كاع، ديري حسبي بنتك. إيه؟ ما تلحينيش، صوتاتني صوتي بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول لك يا شيخ أنا كفوفي مزيد أنا عمي بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت موقفة ليا كنت أنا ما نقدرش، أنا باغي يقول لي ما نقدرش، هو الدرجة دابا بنتي ما كيشوفهاش كاع، ما كيعرفهاش، ما بقاتش يشوف بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما فهمت أنا ديك الإنسانة كي دايرة، واحد الغيرة ما تطلعش، علاش كتسدي باب ديك النعاس، علاش هادي علاش هادي، ما فهمتش أنا ديك النوع كي داير، ما فهمتش. ودابا المطلوب ديال هاد السيدة بغات تطلق ولدها من مراته،
وغتفكر ان غتزوجو مره ثانيه غتجيب لي امراه من المريخ ولا من كوكب الزهره، غتجيب لي مره واحده بحال حتى هي انسانه بحالنا بحالها نفس المواصفات، واش كتفكر هذه المراه دابا الان اش كدير؟ كتدمر في مستقبل ولدها، كتدمرو بصح، لان دابا صور ولدها يا حاج الله كيسكر كيدير الحسيس. انا تعرفت عليه حيت له هذا الشيء كامل، حاولت نزيرو مزيان، هي ما ديرش هادي ما ديرش هادي ما ديرش، هي دابا ما عندهاش الخبر على هذا الشيء اللي كيدير ولدها، دابا يسكر 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 ويصلي ليا. دابا غادي يرجع للسيره الاولى، مخافة انه يرجع للسيره الاولى، ملي غيوقع الطلاق غادي يشعر بانه ضائع، وربما يقدر لا قدر الله تعالى يرجع عاوتاني مره ثانيه الى هذا المشروب المحرم. واه هو من انا ماشي هو الصراحه الله يعمرها سلعه، واخا هكا يعني في قلب الرحمه وانسان مزيان يعني في شي حوايج مزيانين. واش هو ما قدرش انه يقنع الام ديالو، يقنعها بان قدرت لدرجه ما يقدرش يجبد معها السيره ديالي ديال بنته، ما يقدرش يجبدهم عليها. ما شاء الله، حس مادام ان الام كدافع على فلده كبدها، حتى هو عنده فلده كبده كيدافع عليه ذاك البنيه، تيراه بنته كتستحق منه انه يدافع عليها ويحافظ على عرس الزوجيه، على الاقل الا ما كانش على قبل الزوجه على قبل فلده كبدها على البنيه ديالو. ما يقدرش ما يقدرش كاع، حنا اتصلنا بالام ديالو يلا في الصدرات معها باللطف ماما، قلت لها بلا ما نقول يعني هما المنطقه منين، قلت لها حنا فلان من ذاك البلاصه دايرين هكا، كنجيبوهم شهر شهرين ثلاث شهور وكنسقدو معاهم، انت عاد بنتك راها طولات عندنا. لا حول ولا قوه الا بالله. واسمحي لي لاله ايمان، هما بالنيات ديالهم حتى هما كيبغيو يطلقوا. لا انا كنشوف ذاك الشيء البنات هكا كدير لهم ولا ما تسمعيش تسمع عليهم حتى قد هكا، ما تبغيش ياذيهم ولا وزعما انا ما فهمتش والله ما فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله لاله ايمان، البنات ما عندها الروح ديالها ما تبقي فيهاش، حيت كتحيد من هذا من الراجل كتعطي لبناتها ومزوجين وكلهم بديورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا علاش دارت لي بحال هكا ما عرفتش، ما عمرني تناقشت انا وياها ولا مرة تناقشت انا وياها ولا مرة. ما شاء الله ما شاء الله. لا إيمان انت باقا شابة صغيرة 22 سنة، كيفاش كتوقعي بأنك غدا لا قدر الله وقع الطلاق ومشيتي أنت وبنتك كي غتبداي الحياة ديالك وأنت باقا شابة صغيرة وعندك بنية، تصبحي مطلقة وعندك بنية؟ ما نكذبش عليك والله ما عرفت، بحال انا دايره الدقه بحال شي وحده اللي مغمضينها عينيها وحاطينها في طريق ما عرفتش منين نزيد، ما عرفتش الطريق منين هي فجأة تحيدتي لهذاك الزيت على عينيها، ما عرفتش اين الطريق منين جات ومنين هي. لا حول ولا قوة الا بالله. انا 22 عام ما كملتش القصه ديالي، ما عمرني عرفت اول راجل في حياتي هو راجلي، لان عائلتي عائله محافظه. لا اله الا الله. ما عمرني خرجت، ما عمرني صوت تلقى وحده اول خرجه ليا كنخرج للمحكمه، ما عمرني انا خرجت من دار راجلي للمحكمه. اعوذ بالله. ولا وحتى العائله ديالي حتى واحد ما كيبغي يمشي معايا، كنمشي كلشي. ما شاء الله. ايمان ربما السيده اللي في المجلس العلمي ربما مشات معك الصلح بغات تكلم بالهاتف، ولكن ربما لو كان شي رجل يكون افضل شي فقيه في المجلس العلمي، غتقصدي المجلس العلمي؟ راه الحمد لله المملكة ديالنا عندنا أكثر من 73 مجلس علمي في كل إقليم، غتقولي لهم بغيت نشوف السيد الرئيس تاع المجلس العلمي، وغتحكي لي القصة ديالك وقولي بغيت تبعت معايا شي رجل من الفقهاء اللي كتعرفهم، راه كاين شي فقهاء من العيار الثقيل، راه بحال البيض المكنون مخزونين في المساجد، غادي يعرفهم إن شاء الله تلقى رئيس المجلس العلمي، وغادي يكلف واحد منهم غير تشوفوا شعرك غادي يوقف من شدة الحياء والإحترام والتقدير، وغادي يمشي معاك هذه الميمة. هاد الام راه كيف ما كان الحال، راه مادام قلتي انها كتصلي ومشات للعمره، راه ممكن نتحاوروا معها، راه ممكن نخليوها تتراجع عن هاد الفكره، ممكن جدا مليون الف مره. علاش؟ لان اللي في قلبه بدره الايمان وكيركع وكيسجد كيقدر يستحوذ عليه الشيطان واحد فتره زمنيه، ولكن سرعان ما ينتصر على نفسه وعلى الشيطان. هاد الام هذه كل ما هو عندها نوع من الغيره، حنا ما نعتبروش هذا ذنب، نعتبروه مرض. الغيره هي فيروس، عندك الكراهيه والغضب، كل هذه مشاعر نفسيه هي امراض كتصيب القلوب. هاد الام تحكمت في هاد الغيره ومعدباها، وبلا ما تشعر غتلقى راسها بانها غادي تعذب ولدها وغتعذب العائله كامله. فاذا قدرتي بنتي ايمان انك تمشي للمجلس العلمي وتقولي يبعث معك واحد الفقيه
من الناس اللي هما غير الصوره ديالهم كتعطيهم واحد النوع من الاحترام والتقدير. لابس واحد الجلابه بيضاء وطلق واحد اللحيه بيضاء وهز واحد العكاز واحد السبحه في يده وعنده واحد الدينار في جبهته والنور ديال الله في وجهه غيدق الباب ويجي عند الميمه السلام عليكم الحاجه جينا عندكم طالبين راغبين باغين واحد الجلسه ديال الصلح. قولي الحاجه هاد البنت اش ما عجبكش فيها؟ غيخليها تتكلم في الاول غيكون هو عنده اذان صاغيه للاستماع. اخيرا تكلم وتكلم وغتبقى تقول كلام وكلام وكلام شي صح وشي هو ماشي هو هذاك. على كل حال خلي الكلام حتى تسالي وتفرغ المزيوده ديالها. عادي قول لها الحاجه هذه راه بحال البنت ديالك، واش تبغي بنتك انها تشرد؟ واش غيدخل معها في تفاصيل وغيخليها تشعر بانها كيعالجها، كيعالجها هي من عنصر الغيره. القضية ماشي قضية محكمة وقاضي ومحامي وثائق إدارية وجلسة أولى وثانية وطلاق وانتهى الأمر. هي القضية مرتبطة بمعالجة القلوب والنفوس. القلب هو مريض خصو يتعالج، وإن شاء الله تعالى لبنت إيمان ربي غادي يكمل لك الرجاء. وهذه فرصة كنحاول ما أمكن نوجه واحد النداء، لأنها الظاهرة أصبحت مخيفة في مجتمعاتنا. كنلقاو في المحاكم نسبة الطلاق في البنيات اللي عندهم في العشرين سنة تلقى عندهم 19 20 24 25. النسبه الكبرى ديال الطلاق في هاد البنيتات. كتسولهم شنو هي اسباب الطلاق، كتلقى اسباب طلاق تافهه جدا. من بين اهم اسباب الطلاق عدم الانسجام العروسه مع العجوزه. مالهم على اقل من هي حاجه شافت في نظره غير سليمه، قلت لها نوضي جيبي شوربه ماء، جابت لي كاس ماشي نقي، قلت لها طيبي واحد الطعام ذات واحد شي حاجه استقبال لم يكن في المناسبه. اسباب تافهه. وكيكون الضحيه هما الا كان عندهم شي حمل، كتكون ديك الضحيه ذاك الوليد او البنيه اكبر ضحيه. واحيانا كتكون ما تبقى ما مولداش كتشرد وكتصدم واحد الصدمه نفسيه كبيره، كتبقى حياتها كلها هي مصدومه. كنبغي نقول لهاد الامهات الفاضلات الله يجازيكم بالف خير، رحنا كلنا لسنا ملائكه ولسنا شياطين، نحن بشر والبشر يصيب ويخطئ. اللي بغى يتعايش مع الناس ملي يديروا الحاجه مزيانه يصفقوا ليهم ويقول لهم الله يجازيكم بخير، ملي يديروا حاجه خايبه نلتمس لهم العذر ونخليو الحمد لله غدا بعد غدا نتعلموا من الخطا ديالنا. كيف حنا عندنا بنيتنا وكنبغيهم يكونوا معززات مكرمات، ما نتعدوش على بنيه الناس، راه جنايه. عرفت بعض الامهات اللي داروا بحال هذا الشكل هذا وبقاو لاولادهم حتى طلقوا عيالاتهم، ومن بعد ديك الام سولتها لا واش ارتحيتي؟ قالت لي لا. عاد زاد عذاب في اعذاب. شنو هو العذاب اللي جاك لا؟ قالت لي الضمير ديالي صحى، وليت كنقول انا اللي فرقتهم، انا اللي فرقتهم. والله العظيم ديال شي 15 يوم واحد السيده جات عندنا هنا للاذاعه برجليها وكتبكي كتبكي كتقول لي ما كنعس لا ليل نهار، والسبب انها فرقت زوجها ولدها مع الزوجه ديالو. قلت لها من بعد ذاك الولد اش دار به الله تعالى؟ قالت لي راه مشى لدوله خليجيه وتزوج مع واحد السيده مغربيه تما، ولكن دابا راه في عذاب اليم. من قبل كان غيبقى معايا وحدايا وغادي يكون فرحان في حياته، الحياه فيها الصعوبات فيها المشاكل، غنصبروا وغنستمروا. دابا ولدي ضاع مني، دابا راه في الخليج وتزوج مع واحد السيده راه الان معذب هناك، ما كنشوفه ما كيشوفني، وبقيت وحدانيه وندمات كل الندم ان ربي عطاها من الناس في يديها وضيعتها. راه قالوا سيدنا الاولين ما تبدل صاحبك الا بمكرف. فعلى كل حال بنتي ايمان الله يكمل لك الرجاء، الله يجمع الشمل ديالك. وكنقول للزوج ديالك اللي كان في الاستماع، ما تكونش يا سيدي ضعيف، كن قوي. الوالده على الراس والعين، فوق راسي بحال التاج ديال الذهب. ولكن ديك الزوجه بنت الناس، ما تضيعها. نهار الاول خطبتيها واخترتيها من بين الناس كلهم ودقيتي بابها واخذنا منكم ميثاقا غليظا، ثم اكثر من ذلك ربي يسقك منها معها بنيه. ما تضيعش يا اخي الفاضل، كن قوي وكن شجاع، لن ترتكب حراما. وقف امام الام ديالك، بوس لها راسها، بوس ليديها، بوس لها رجليها، تهلا فيها، قل لي انا كل ديالك، ولكن خلي المراه ديالي ما تاذيهاش. الله يجازيكم بخير. هذا الشيء كيتكرر بزاف ولا مؤلم ظاهره في المجتمع. نسال الله تعالى السلامه والعافيه للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.